بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل لنا هذه المواسم الخيرة الطيبة المباركة، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجرين، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا محمد. نرحب بالإخوة والأخوات أجمل الترحيب مع هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا بسماحة العلامة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. باسمكم جميعا أيها السادة نرحب بسماحته ونشكر له تفضله بتلبية الدعوة في هذه الحلقات. أهلا ومرحبا يا شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. في الآية: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ماذا نقف وماذا نستفيد من هذه الآية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قوله تعالى: ولتكملوا العدة، هذا تمام آية، هذا آخر الآية. ولتكملوا العدة، أي أن الله سبحانه وتعالى أمر بإكمال عدة شهر رمضان بالصيام والقيام. الصيام فرض، وأما القيام فهو مستحب وفيه فضل عظيم. وكذلك تكمل العدة حسب الرؤية، رؤية الهلال. قال صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فإكمال العدة برؤية الهلال دخولا وخروجا. ولتكبروا الله على ما هداكم، فيه إشارة إلى مشروعية التكبير في ختام الشهر. فإذا وهذا هو التكبير، هذا هو التكبير المطلق. إذا ثبت هلال شوال عند غروب الشمس فإنه يبدأ التكبير ليلة العيد، يكبر المسلم، وعند خروجه إلى المصلى صلاة العيد. وينتهي التكبير بحضور صلاة العيد. فهذا مشروع للمسلمين في إكمال الشهر، أنهم يكبرون الله، يقول المسلم: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وإن زاد على ذلك: الله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا، سبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد النبي وعلى النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، فحسن. ويكرر التكبير في ليلة العيد وعند الخروج لصلاة العيد إلى أن يحضر الإمام لصلاة العيد، ينتهي التكبير بذلك. نعم. نذكر الإخوة والأخوات بتليفون البرنامج لمن أراد الاتصال بفضيلة الشيخ: 011-442-83-13 011-442-83-13. أرجو أن تكون الأسئلة أيضا مختصرة ومفيدة وأن تكون معدة سابقا. فضيلة الشيخ، يقول هذا: أبرز الأحكام المتعلقة بزكاة الفطر ماذا نأخذ منها؟ صدقة الفطر فرض. نعم. على المسلم، فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلم كبيرا كان أو صغيرا، وهي زكاة للبدن وطهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين في يوم العيد الذين لا يجدون ما يأكلونه في هذا اليوم ويفرح به مع المسلمين. والعمل معطل في يوم العيد
عمل الاكتساب، فالله جل وعلا شرع هذه الزكاة لسد حاجتهم في هذا اليوم، من أجل أن يفرحوا مع الناس ويأكلوا مع الناس، فهي طهرة للصائم وطعمة للمساكين، ومقدارها صاع، بالصاع النبوي الذي هو 4 أمداد، وهو في الكيلو 30 كيلو، 3 كيلو، وهو بالكيلو 3 كيلو تقريبا، هذا هو الصاع النبوي 3 كيلو تقريبا، هذا هو الصاع النبوي، وتخرج من الطعام الذي يؤكل في البلد، صاع من طعام من قوت البلد. وفي حديث آخر صاع من بر أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من أقط أو صاع من زبيب، وذلك بحسب أعراف الناس في الطعام، وكل بلد يخرج أهله من طعامهم الذي يقتاتون به بمقدار الصاع النبوي 3 كيلو تقريبا. نعم. شيخ صالح، تغيرت الأصناف في وقتنا الحاضر في إخراج زكاة الفطر. بعض الناس يريد أن يخرج مثلا مكرونة أو زبيب أو بعض الحلوى. لا لا، تخرج من الطعام، من القوت الذي يقتات به. أما الحلوى وأما المكرونة وأما هذه ما هي بطعمة، هذه مكملات، هذه مكملات. نعم. أحسن الله إليكم. هل الزوج يا شيخ هو المسؤول عن زكاة الفطر إذا كان عنده أكثر من زوجة وعنده أولاد كثر؟ نعم، الرجل يخرج صدقة الفطر عنه وعن أهل بيته وعمن يمونهم في شهر رمضان، أن ينفقوا عليهم في شهر رمضان ولو كانوا ليسوا من أهل بيته. فالذي يمون الناس في رمضان يفطرون عنده، يتعشون عنده في رمضان احتسابا للأجر، أيضا يدفع عنهم الفطرة. وأهل بيته هذا فرض عليه أنه يخرج عنهم، عن الرجل وأهل بيته. نعم. وصلنا هذا السؤال يا شيخ، يقول السائل أبو عبد الله: أنا أحب طلب العلم، فما هي أفضل الطرق لحفظ الأسانيد وضبطها ومعرفة الطرق؟ هذه مرحلة لم تصل إليها يا أخي، مسألة الأسانيد والطرق هذه لأهل العلم المتخصصين، وأن تطلب العلم على العلماء، وابدأ مع المبادئ، مع المختصرات، في كل فن مختصر، في الفقه مختصر، في النحو مختصر، في الفرائض المواريث مختصر، في علم في الأحاديث مختصر، مثل بلوغ المرام أو عمدة الأحكام، فخذ المختصرات أولا. وأما دراسة الأسانيد وهذه للمحدثين، بل لكبار المحدثين، أنت لم تصل إلى هذه المرحلة، ولكن تأخذ من الكتب الموثوقة، تأخذ من الكتب الموثوقة التي أسانيدها يعرفها أهل العلم. نعم. تفضل يا اسماعيل، معنا على الخط. السلام عليكم اسماعيل. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله يا شيخ عبد الكريم. الله يحييك، تفضل. رمضان مبارك علينا وعليك. علينا وعليك يا استاذنا، تفضل. يا شيخ عندي سؤال. تفضل. بارك الله فيك. والدي ما تتكلم معايا ابدا منذ 6 شهور. فوالدي يقول للناس انه ما يتكلم معايا، فانا امام مسجد. فانا ذهبت للرياض في بيت اختي. والدك؟ نعم والدي. لم يتكلم معك منذ فترة؟ منذ 6 شهور. طيب. فأنا إمام مسجد في مكة. لماذا يا شيخ؟ لخروجي من المدرسة بسبب الغياب الذي فصلني من المدرسة. طيب، شكرا يا إسماعيل. يا شيخ، وأنا أسكن في بيت والدي. فوالدي بسببي أنا تشتم على والدتي وهذا، فأنا هل يجوز لي أن أسكن في هذا البيت وتشتم وتسب على والدتي؟ طيب،
والده فضيلة الشيخ لم يتكلم معه منذ 6 أشهر، بماذا توجهون مثل هذا مأجورين؟ ما هو السبب في أنه لا يكلمه؟ يقول لأنه خرج من المدرسة، يبدو أنه خرج عن كلامه. نعم، والده يريد المصلحة له، لماذا يخرج من المدرسة؟ عليه أن يبقى في المدرسة ويطلب العلم، هذا الذي يريده له والده، يريد له المصلحة، فعليه أن يرجع لطلب العلم وإلى المدرسة حتى يرضى عنه والده ويكلمه. نعم. ما الواجب على الجميع فضيلة الشيخ تجاه بر الوالدين في وقتنا الحاضر من الأبناء والبنات، وماذا يجب عليهم؟ بر الوالدين واجب في كل وقت، وذلك بأنواع من البر. أولا بالكلام الطيب الذي يطيب خواطرهما، وعدم الكلام السيء معهما، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا إذا كان حيين أو أحدهما حي. وأما الوالد الميت فيدعو له، يجتهد في الدعاء له، ويتصدق عنه، وإن حج واعتمر عنه نافلة، إذا كان لم يؤدي الفريضة يحج عنه فريضة، وإذا كان أدى الفريضة يحج عنه نافلة ويعتمر عنه نافلة. وهذا كله من أنواع البر بالوالدين أحياء وأمواتا. نعم. وصلنا هذا السؤال، يقول فيه السائل: والدتي يا شيخ أصيبت بجلطة بشقها الأيمن، وكانت صاحبة صلاة وتهجد وقراءة قرآن وفعل للخيرات، والآن لا شيء من ذلك، علما بأنها تعرفنا وتتكلم، ولا أعلم هل ذاكرتها حاضرة دائما أم لا، فأنا أخاف عليها من سوء الخاتمة. نسأل الله لها الشفاء. آمين. والعافية. آمين. وما دامت ذاكرتها ضاعت بسبب الجلطة فليس عليها حرج وليس عليها تكليف، والحمد لله. وإذا كانت عبدة صالحة ومتعبدة في حال صحتها فإنه يكتب لها ما كانت تعمله يوم أن كانت صحيحة، يكتب لها الأجر في ذلك، وفضل الله واسع. وأنتم أحسنوا إليها وارفقوا بها ووفروا لها ما تحتاج، وأنتم على خير، وهذا بر وإحسان ودين عليكم لوالدتكم. نعم. أحسن الله إليكم. عبد العزيز معنا على الخط، فضل يا عبد العزيز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استدنت من والدي قبل 3 أشهر مبلغ لقرض بناء منزل، وحال علي الحول في شهر رمضان المبارك، وقد توفي والدي رحمه الله تعالى، ولا أستطيع سداد هذا المبلغ لعدم توفره معي في الوقت الراهن، فهل عليه زكاة؟ وإذا كان عليه زكاة من يدفع الزكاة بعد وفاة الوالد رحمه الله عليه؟ الزكاة يدفعها الورثة، كل يزكي نصيبه من الميراث، هذا المبلغ وغيره من المال كل يزكي نصيبه من الميراث. وإذا كان الوالد لم يزكه في حياته فإن الزكاة مقدمة، وهي دين في ذمة الوالد، فتدفعونها وتبادرون بإخراجها قبل الميراث وقبل الوصية. نعم. أحسن الله إليك. بعد إذنك. تفضل. طبعا الوالد كل سنة يزكي فضل من الله، بس الآن المبلغ ما هو موجود، يعني المبلغ أنا 90,000 استدنته من الوالد، تم سداده في حال إذا توفر المبلغ، لكن حاليا لا يوجد لدي المبلغ نهائيا. يقول 90,000 الذي استدنتها من الوالد ليست موجودة الآن لقلة ذات اليد. المبلغ اللي استدنته للورثة الآن. نعم. هذا حق للورثة وهم الذين يزكونه، وأنت تزكي الراهن. وأنت تزكي ما بيدك. تزكي ما بيدك تزكيه، أو ما تملكه تزكيه. نعم. شكرا محمد.
هل يجب الترتيب في جمع التأخير يا شيخ مثل العصر والظهر؟ نعم، لابد من الترتيب بين الصلوات، لا تقدم صلاة على الأخرى. نعم. هذه تقول هناك بحارتنا امرأة داعية، هل يجوز لها أن تدخل المسجد إذا كانت حائض، وخصوصا بعد التراويح تلقي محاضرة للنساء شيخ؟ لا يجوز لها ذلك، أن تلبث في المسجد وهي حائض. المرور، مجرد المرور لها لا بأس، وأما أنها تجلس في المسجد وهي حائض فلا يجوز لها ذلك، لا لتدريس ولا لغيره، حتى تطهر وتغتسل. نعم. ما الجمع شيخ بين قول الله تبارك وتعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من تبع ذلك إلى يوم القيامة؟ نعم، لأنه متسبب، عليه الإثم لأنه متسبب في السنة السيئة فعليه إثمها ولو كان ميتا. نعم. تفضل يا ناصر معنا على الخط. ناصر. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل يا ناصر. كيف حالك يا شيخ صالح؟ حياك الله، خفض صوتك الله يعافيك. خفض الصوت شوي، خفض الصوت. أحبك في الله يا شيخ. خفضوا الصوت، السماعة ترى طويلة يا إخوان. تفضل السؤال يا. لا عندي حديث يا شيخ بسأل عن صحته. طيب تفضل. عن الرسول صلى الله عليه وسلم. تفضل. من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر فكأنما قام الليل كله. نعم، هذا هل من صلى العشاء في جماعة والفجر يحصل على ثواب ليلة القدر؟ اسمع الإجابة، شكرا يا محمد. السؤال؟ من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل. نعم، الحديث يعني في الفضل، كأنما قام نصف الليل في الفضل، لأن صلاة الفريضة لها أجر عظيم أكثر من أجر النافلة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يسأل عن مرور الصغير، يقول بعض المرات أنا أصلي الراتبة في البيت ويمر أحد أبنائي الصغار، هل يقطع الصلاة؟ يا أخي ضع سترة أمامك أو اقرب من الجدار ولا تدعهم يمرون من بين يديك، امنعهم. نعم. ما حكم شيخ التلحين في الدعاء في القنوت والتكلف فيه؟ التلحين والترتيب في الدعاء هذا غير مشروع، وهذا قد يشغل الإنسان عن حضور قلبه في الدعاء إلى تحسين الصوت وغير ذلك من المحسنات الصوتية، وينشغل عن حضور القلب في الدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الدعاء لا يستجاب من قلب غافل لاهن، إنما الترتيل للقرآن، الدعاء لا يرتل ولا يقرأ بالتجويد كما يفعله بعض الناس. نعم. في حديث يا شيخ لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. نعم، الحديث هذا صححه النووي رحمه الله في الأربعين، ومعناه واضح، أن الإنسان لا يكون هواه مخالفا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن كان يتبع هواه فهذا ممن اتخذ إلهه هواه، فيكون هواه تابع لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم غير مخالف له. نعم. هل يجوز للأم فضيلة الشيخ أن تدفع الزكاة أولا لأبنائها أو بناتها إذا كانوا فقراء؟ لا يجزي هذا ولا يجوز، إذا كانوا فقراء وهي غنية تنفق عليهم ولا تدفع الزكاة لهم. نعم. بالنسبة للزوج فضيلة الشيخ، هل له أن يأخذ من مال زوجته المدرسة وهي غنية وهو؟ إذا كان اشترط عليها ذلك فيأخذ من راتبها، أما إذا لم يشترط عليها ذلك فإنه يأخذ ما سمحت به له ولا يأخذ شيء لم تسمح به. نعم. أسئلة كثيرة عن زكاة صدقة الفطر يا شيخ، نقلها من
مدينة إلى مدينة أو من بلد إلى آخر؟ النقل القريب للحاجة لا بأس به، إذا كان النقل إلى بلد قريب لحاجة أهله فلا بأس بذلك، وإلا فالأصل أنها تخرج في فقراء البلد الذي أدركه الإفطار وهو فيه، لكن إذا كان هناك حاجة راجحة إلى نقلها فإنها تنقل إلى أقرب بلد. نعم، تفضل يا أبو محمد معنا على الخط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. اكسر شوي، تفضل. يا أخي أنا عندي عمرة تطوع، هل أذهب بالعمرة التطوع ولا أصلي التهجد والقيام، الأفضل أيتهما؟ طيب شكرا. يا أخي بقائك في المسجد الحرام تصلي وتطوف بالبيت أفضل من الذهاب إلى العمرة، فإذا كنت في مكة فأحسن أنك تشتغل بالطاعة في المسجد الحرام ولا تخرج للعمرة. نعم. لا يا أخي أنا في المدينة المنورة. أو في المدينة المنورة الأفضل أنك تصلي هذه الليالي وتبقى في المسجد النبوي أفضل لك من العمرة. نعم شكرا. سؤال ثاني، تفضل. عندنا أرنب طلعناها كانت في الليل عندنا في البيت وطلعناها الصباح وجات الشمس وماتت، يعني ما لكن دون قصد. إذا كنتم ما فرطتم فلا إثم عليكم. نعم شكرا فضيلة الشيخ. السؤال الأخير، اللي زوجتي عندها والدتها، هل هي تبقى عندي ولا تروح عند والدتها؟ الأفضل اسمح لها تذهب إلى والدتها تسلم عليها وتقضي حاجتها إذا لها حاجة، والأجر لك ولها إن شاء الله. الله يوفقكم دنيا وآخرة، يعطيكم الصحة والعافية. آمين. شكرا. الله خير. شكرا. يقول أريد أن أسأل الشيخ صالح، أنا أريد أن أتسلف من رجل ولكنه ماله مخلوط بالربا فضيلة الشيخ، هل لي ذلك؟ لا، إذا كنت تعلم أن في إن ماله في ربا فلا تقترض منه، اقترض من غيره. نعم فضيلة الشيخ، هذه أخت سائلة تقول أنا تأتيني وساوس في الكفر ويضيق صدري وأكره نفسي، وأخبر أمي عن ذلك وأختي وأظل أبكي فضيلة الشيخ، فما الحكم في هذه الوساوس؟ هذا من الشيطان فعليك بتركه، إذا أحسست بشيء منه تقولين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتتركينه ولا يؤثر عليك إن شاء الله، وسيذهب عنك هذا إذا استعذت بالله من الشيطان ثم أيضا تركتيه ولم تفكري فيه سيذهب عنك. نعم. وصلنا هذا السؤال أيضا الشيخ صالح، يقول هل يجوز قراءة القرآن من طرف الولد أو البنت، وذلك لإهداء هذا القرآن أو القراءة للوالدين بنية الأجر، هل يكون هذا من بر الوالدين؟ هذا لا دليل عليه إن ثواب قراءة القرآن تهدى للأحياء أو للأموات، ولكن الدعاء، عندك الدعاء، ادع لوالديك وتصدق عنهما ونحو ذلك. نعم. يقول السائل يا شيخ أرجو العلاج من مبدأ الخجل الزائد والخوف وعدم الثقة في النفس والانطواء، ماذا أعمل؟ عليك باختلاط مع الناس، وعليك أيضا بذكر الله عز وجل فإنه يذهب عنك هذه الهواجس، تلاوة القرآن. نعم أحسن الله إليكم يا شيخ صالح. يقول أعطيت شخص مبلغ 10,000 ريال ولم يردها، وهذا الشخص معسر، وكيف أخرج هذه الزكاة؟ ليس عليك زكاة حتى تقبضه، لأن ما دام ما تدري يحصل أو ما يحصل، لأن المدين فقير ومعسر، فعليك أن تنتظر، فإن يسر الله وسدد لك تزكيه عن سنة واحدة، وما مضى ليس فيه زكاة لأنك لا تدري هل يحصل أو لا يحصل. نعم. هذا رجل يا شيخ يقول في رمضان أصيب بكسر في رجله فوضع عليها الجبس، ولما توضأ لبس خفا على الرجل الأخرى، فإذا أراد الوضوء بعد ذلك
هل يمسح على الرجل الأولى مسحة جبيرة وعلى الثانية مسحة خف؟ يمسح على الأولى مسح جبيرة كما ذكر، ويمسح على الثانية مسح رخصة. نعم، تفضل يا عبد الله معنا على الخط. السلام عليكم. وعليكم السلام. يمكن سؤال للشيخ؟ تفضل. أقول زكاة الفطر بأنها تكون طهرة للصائم، هل تجوز على الأطفال الصغار؟ نعم شيخ. نعم، زكاة الفطر هل تخرج للأطفال الصغار؟ يقول كيف تخرج للأطفال أو عن الأطفال؟ أو عن الأطفال الصغار؟ عن الأطفال الصغار نعم، لأن الشيخ يقول طهرة للصائم. طيب. أي نعم، تعم حتى الأطفال الصغار، وحتى الحمل في البطن يستحب أن تخرج عنه. طيب. لأنها زكاة للبدن. نعم. يقول حفظت من قول الرسول صلى الله عليه وسلم كل امرئ ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر. نعم، الحديث وارد لكن فيه مقال، ويدل على أن البداء ببسم الله في الأمور أنه مستحب ويطرد الشيطان. نعم، تفضل يا غازي معنا على الخط. السلام عليكم. وعليكم السلام. بالله سؤال عندي عن الزكاة. تفضل. زكاة الأغنام هذه. نعم. طبعا ما لا يطلعوا المزكين ضال اللي تبع الدولة ذي. نعم. يطلعون شخص، ولا عندي يعني مثلا ما عندي شيء يعني أزكي فيه، وأنا رجال يعني ما تعلف يعني يوميا يعني ما عمري فكيت عنها الأعلاف والدنيا. طيب. طول السنين يعني هل عليها زكاة ولا وأنا مديون بعد ولا طلعت الزكاة، ما عندي يعني شيء أنا أزكي فيه. شكرا. هلا. إذا كنت تعلفها أكثر الحول أو كل الحول فليس فيها زكاة، إلا إن كنت تريدها للبيع تزكيها، تثمنها بما تساوي عند تمام الحول عليها وتدفع الزكاة عنها ربع العشر. أما إذا كنت تنويها للقنية وأن تعلفها الحول كلها وأكثر الحول فليس فيها زكاة. شكرا. العلف يا شيخ، العلف أعلفها مستمر، لكن هي طبعا أنها لو جاني بعت زينها بعتها كلها، ولا أبيع من بهامها وأكل منها وأستفيد من بهامها بس. جاءك الجواب يا شكرا. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول لو أسلم شخص في آخر رمضان هل يلزمنا أو يلزمه دفع صدقة الفطر؟ نعم، يلزمه أن يصوم بقية الشهر، ويلزمه أن يدفع زكاة الفطر عند نهاية الشهر. نعم. ما الذي يقوله المسلم عندما يرى هلال شوال؟ كسائر الأهلة، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، هلال خير ورشد. نعم. أبو عبد الكريم عنده سؤالين، تفضل أبو عبد الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. لو تكرمت يا شيخ بسألك، عن عندي ولد وبنت، بارك لهم، البنت متزوجة والولد كذلك هم متزوجة، الولد درس في الجامعة، تخرج من الجامعة، توظف في الجامعة، بس لكن لا يزورني، علمي ما قصرت معي هذا الصغر، عن مصاريف وعن متابعة وعن كل الأمور اللي تلزم الأب. طيب. والآن لا يزورني ولا يتصل بي ولا في يتصل بقاربي مثل أخواني من الأب، أختي من الأب، وأنا ما يسمع، لا أنا ما يزورني ولا شيء ولا طيب. هم معترف بأي شيء. واضح السؤال، واضح. هل شيء الزكاة هو اللي أخرجها طيب عن نفسه ولا نخرج عنه؟ طيب، هذا السؤال هو. السؤال الثاني، نكتفي. أنت متزوجة طبعا، كذلك ما تتصل بي ولا شيء، إلا نادرا ما بعد شهرين ثلاثة أشهر كذا، أو في وقت رمضان مثل مرة واحدة. طيب، واضح السؤال، واضح، شكرا.
له ولد فضيلة الشيخ متخرج من الجامعة وأيضا بنت، يقول هذا الولد لا يزورني، وأيضا فضيلة الشيخ من جهة الصلة وزكاة الفطر، هل أخرج عنه زكاة الفطر؟ زكاة الفطر إذا كنت تنفق عليهم تخرجها عنه، وأما الصلة لعل الله يهديه، يعني ادعو 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 الله له بالصلاح والهداية وأحسن إليه ولا تستعجل، ربما إن الله يهديه إن شاء الله ويرجع إلى الصواب. نعم. زملائي في الكنترول، السماعة طويلة مرة وصوت المتصل قوي، خلاص تحول الأسئلة على سماعة المذيع. شكرا لكم فضيلة الشيخ. إذا سافر الشخص وقد بدأ العيد في البلد الذي يعيش فيه ثم سافر إلى بلد آخر ما زالوا يصومون، هو أفطر في البلد ومع الناس، فإذا سافر إلى بلد آخر وهم يصومون فإنه لا يظهر الإفطار لكنه يفطر سرا. نعم. إذا ولد المولود بعد غروب الشمس ليلة العيد، نعم يستحب، نعم إذا ولد بعد الغروب، نعم تلزم فطرته، تلزم فطرته، نعم على والده. نعم. ما معنى يقول حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد؟ معناه واضح، التحذير من البدعة، فالعمل الذي لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم بدعة، والبدعة مردودة، لا فيها إثم وليس فيها ثواب. نعم. زميلنا المخرج معجب يسأل الشيخ عن الجنين في بطن أمه في الشهر السابع، يستحب إخراج الفطرة عنه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. زكاة الفطر ليس لها مصروف واحد إلا وهم الفقراء، لو دفعت لغيرهم يا شيخ هل تجزي؟ لا، يقتصر على الفقراء وهم موجودون. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. ختام العمل الصالح بالدعاء والعمل بالخواتيم، الدعاء المشروع في عمل الخواتيم كيف يكون؟ مشروع الاستغفار في الخواتيم، يختم العمل بالاستغفار، الصلاة بالاستغفار، الصيام بالاستغفار، كل عمل يختم بالاستغفار لأنه قد يكون فيه نقص فيستغفر الله من هذا النقص. نعم. أحسن الله إليكم. ما زلنا مع الإخوة والأخوات على تليفون البرنامج 011-442-3813. فضيلة الشيخ يقول هذا السائل، نود من فضيلة الشيخ أن يوضح لنا الفرق بين التوكل على الله واليقين بالله، وما معنى اليقين؟ اليقين هو أعلى درجات العلم، علم اليقين، حق علم اليقين، حق اليقين، فهذا أعلى الدرجات حق اليقين، وبعده علم اليقين. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ. يقول إذا صليت جالسا فهل الأفضل أن أومي بالسجود أو الأفضل أن أسجد على الأرض؟ إذا كنت تقدر على السجود على الأرض يجب عليك ذلك ولا يجزي الإيمان، أما إذا كنت لا تقدر على السجود على الأرض فإنك تومئ برأسك وتخفضه، تخفضه للسجود. نعم. فضيلة الشيخ، عند التسليم من الصلاة بعض الناس يسلم على شيء خفيف، هل يسلم الشخص إذا التفت ويكون وجهه عن اليمين؟ نعم، يبدأ السلام وهو اتجاه القبلة ثم يلتفت وينهي السلام بنهاية الالتفات. نعم. أيضا يقول إذا كان الإنسان في هذه الأيام صائم وعند أذان المغرب هل له أن يرفع يديه بالدعاء أم الأفضل أن يردد مع المؤذن؟ يتابع المؤذن ثم يدعو بعد الأذان. نعم. هذا السائل يقول يا شيخ، من جهة الأمانة بأي شيء، ماذا تدخل الأمانة بأي شيء؟ والآية الكريمة إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض، المراد بالأمانة في الآية التكاليف الشرعية، الأوامر الشرعية والنواهي، هذه الأمانة التي حملها الله الإنسان، وأما الودائع هذه من الأمانة وليست هي الأمانة المقصودة في الآية. نعم. تفضل يا نايف معنا على الخط.
السلام عليكم. عليكم السلام. يا شيخ انا اقرضت شخص ماله ودار عليه الحول عنده، هل تجب فيه الزكاة؟ اقرض شخص مالا يا فضيلة الشيخ وحال عليه الحول، هل فيه زكاة؟ نعم بلا شك، صاحب المال يزكيه سواء كان المال بيده او كان دينا في ذمم الناس، يزكيه اذا حال عليه الحول. نعم. احسن. بقي شيء يا نايف؟ عندي سؤال طال عمرك، يقول كم نصاب المال؟ كم نصاب المال؟ نعم زكاة المال كم النصاب؟ نعم زكاة المال كم نصابه؟ نعم زكاة المال يقول كم النصاب يا شيخ؟ النصاب يختلف في صرف العملة، هو أصله 56 ريال بالفضة أو صرفها بالأوراق النقدية. نعم. طيب بقي شيء يا نايف؟ لا لا جزاك الله خير. أحسن الله إليكم. هل المكوث في المسجد في هذه الليالي المتبقية، بقي 5 أيام يا شيخ، هل المكوث في المسجد أو جزء من الليلة يسمى اعتكافا يا شيخ؟ يسمى اعتكافا بقدره، الاعتكاف ليس له حد، فهو اعتكاف بقدره. نعم. يقول الأخ أبو محمد، تواترت الأدلة والنصوص في الكتاب على عظم ليلة القدر، وبقي ليلة 27 والتاسع أول 20، فما الأفضل فيها من الدعاء؟ الأفضل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها حينما سألته إن أدركت ليلة القدر ماذا تقول، قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، فيكثر من هذا الدعاء ويأتي بأدعية معه مما يسر الله له من أمور الدين والدنيا. نعم. فضيلة الشيخ يقول بالنسبة للسنة في الوتر قراءة سورة الأعلى والكافرون والإخلاص، إذا كان الوتر بثلاث ركعات متصلة، الأفضل لا يكون بثلاث ركعات متصلة، أن يكون يسلم من الشفع ثم يقوم للوتر، وأما السور فيقرأ في الأولى من الشفع سبح اسم ربك الأعلى، ويقرأ في الثانية قل يا أيها الكافرون، ويقرأ في الثالثة قل هو الله أحد. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، من الأسئلة يقول هذا السائل، أنا في الغربة ووكلت العام الماضي فضيلة الشيخ لإخراج زكاة الفطر ولكنهم لم يخرجوا عني، وأنا هذه السنة أريد أن أكفر عن السنة الماضية وأدفعها جميعا قبل العيد بيومين. ما هو هذا تكفير؟ هي باقية بذمتك يا أخي، تخرجها ولو تأخرت، لأنها بقيت دينا في ذمتك، ثم تخرج زكاة الفطر عن هذه السنة. نعم. تفضل يا سلطان. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام. سؤالي يا أخي الكريم، يعني أنا من سكان مدينة جدة، عند التوجه من جدة ولدي خادمة مسيحية، أريد التوجه إلى مدينة الباحة، وما الحكم إذا توجهت ودخلت من حدود الحرم والخادمة المسيحية معك السيارة فقط؟ طيب من سكان جدة تريد أن تأخذ عمرة؟ لا لا، توجه إلى مدينة الباحة. نعم. طيب مضطر أني أمشي من حدود الحرم، فالخادمة لدي وهي مسيحية. إيه، أو من سكان جدة ومعهم خادمة غير مسلمة ويريدون يا فضيلة الشيخ أن يذهبوا على من عند حدود الحرم، يقول فضيلة الشيخ لا تدخل حدود الحرم، تكون خارج حدود الحرم. نعم. طيب السؤال الثاني يا أخي. لا يوجد سؤال، شكرا حبيبي. بارك الله فيك. فضيلة الشيخ، بالنسبة لختمة القرآن في آخر الشهر، هل ورد عن السلف أنهم كانوا يؤمنون ويدعون عند ختم القرآن؟ نعم، كانوا يجتمعون عند القارئ إذا أراد ختم القرآن، ويتداعون أيضا، يدعو بعضهم لبعض في حضور دعاء ختم القرآن لأنه مظنة الإجابة. نعم. فضيلة الشيخ، هل إذا أخذت عمرة هل أطوف طواف الوداع أو يلزمني فقط؟ طواف الوداع ليس واجبا في العمرة، لأنه لم يرد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المعتمرين بطواف الوداع، وإنما أمر الحجاج بطواف الوداع، لكن إذا طاف للوداع للعمرة هذا شيء حسن، لكنه غير واجب. نعم. فضيلة الشيخ، بعض هذا يقول السائل،
يطعن بعض الناس في الإعلام المشهورين كشيخ الإسلام ابن تيمية وأيضا الإمام النووي وابن حجر والذهبي؟ هذا الذي يطعن في الأئمة إما أنه جاهل ولا يعرف قدر الأئمة ويسمع من يسب فيقلده، وإما أنه متعمد وعالم، هذا ضال والعياذ بالله. الذي يطعن في الأئمة هذا يعتبر ضلال، الأئمة يدعى لهم ويقتدى بهم. نعم. فضيلة الشيخ، يقول هذا السائل: هل إمام المسجد إذا قال في الرفع من الركوع الله أكبر بدلا من سمع الله لمن حمده ماذا يلزمه؟ لا يجزي هذا، فإذا اقتصر على هذا قد ترك واجبا من واجبات الصلاة فيجبره بسجود السهو. نعم. من الأسئلة التي وردت، هذا سائل يقول: أنا أسكن في الصحراء ولدي بعض الأغنام والإبل، وولدي أيضا ربط كلبا صغيرا من أجل تربيته عندما نزلنا إلى بيتنا في المدينة، فمات ذلك الكلب في رباطه. يأثم على ذلك إذا كان متعمدا، يأثم على ذلك، فعليه التوبة والاستغفار ولا يعود لمثل هذا، يعذب البهائم. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فيحسن إلى البهائم وإلى كل كبد الرطبة. نعم. الإخوة في الكنترول أيضا بعثوا بسؤال الشيخ، يقولون: عائلة ذهبت للعمرة وكان معهم خادمة غير مسلمة دخلوا بها وهم يجهلون الحكم. الشيخ، إذا عرفوا يخرجونها من الحرم. نعم. هذا فضيلة الشيخ شاب تائب وعليه ديون، يقول: لم أستطع سداد تلك الديون وأريد التوبة وأنا عازم على الحج. إذا كنت عاجز عن سداد الديون فليس عليك ذنب تتوب منه، والحج ليس عليك حج وأنت عليك ديون ولا تقدر على تسديدها. إذا سددت الديون وبقي عندك شيء تستطيع به الحج فحج. نعم. معنا صالح، تفضل يا صالح. السلام عليكم. وعليكم السلام. السؤال الأول: عندي مبلغ 1000 ريال زكاة مال، أنا خرجت من 40,000 طلعت عليها ب1000 ريال وبزكيها في رمضان الحين، هل أخرجها أوزعها للفقراء؟ يعني أخذ يعني زي ذبيحة مع رز وأوزعها على الفقراء. كم المبلغ 1000 ريال؟ نعم. كم عليه من الزكاة؟ لا، عندي 40,000 وبزكيها وطلعت منها 1000 ريال. عنده 40,000 فضيلة الشيخ ويريد أن يزكيها، ويقول: لمن تعطى مأجورين؟ تعطى للفقراء والمساكين. نعم. هل أوزعها عليهم؟ يعني أخذ زي الرز والذا أوزعها عليهم لو أسلمها في المحلات حق لو اشترى طعاما ووزعها عليهم؟ الشيخ صالح، يدفعها لهم نقودا إلا إذا كانوا لا يحسنون التصرف، فيعطيها للذي يكفلهم والذي يقوم عليهم وهو يصرفها في حوائجهم. نعم. أحسن الله إليك. نعم. السؤال الثاني يا شيخ. نعم. عندي الوالدة كبيرة في السن، والصوم بعض الأحيان يأثر عليها، يرتفع عندها السكر ويسبب لها زي الدوخة، فنقول لها أفطري، والدكاترة سامح لك بالفطور، فإلا الوالدة إلا تصوم. طيب. إلا بالصوم. طيب. الأيام اللي تصوم فيها هل يعني نصدق عنها عشان الصيام؟ طيب. هذا كفارة. شكرا. عنده الوالدة كبيرة يا فضيلة الشيخ، بالنسبة للصيام يقول يسبب لها آلاما وتعب. إذا كانت لا تستطيع الصيام ويسبب لها آلاما لا تطيقها فإنها تفطر، وإذا قدرت على القضاء فإنها تقضي، وإذا لم تقدر وكانت من المرض المزمن الذي لا يرجى برؤه ولا تقدر معه على الصيام يطعم عنها عن كل يوم مسكين بمقدار 1.5 كيلو عن كل يوم. نعم. أحسن الله إليكم. ما السنة في حمل الجنازة وتشييعها، وما حكم ترديد الله أكبر الله أكبر؟ لا يرفع الذكر تبع الجنازة، هذا لا يجوز وهذا مبتدع، وأما حملها فهذا كل يعرفه
كل يحملونها على أكتافهم في مقدم والمؤخر النعش، يحملونها على أكتافهم. نعم. يقول ورد حديث يا شيخ بأن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. نعم، الحديث صحيح، معنى أحصاها يعني عرفها ودعا الله بها وتعبد بمعناها. نعم. يا شيخ يقول هذا عن الزكاة، هل يحسب نصاب الزكاة على الأموال فقط أم على الأموال والذهب والعقارات والسيارات؟ الأموال تختلف يا أخي، فالذهب والفضة هذا يزكى إذا بلغ النصاب، وأما العروض، عروض التجارة التي تعد للبيع، هذه تقوم بما تساوي ويخرج الزكاة من قيمتها ربع العشر. نعم. من الأسئلة التي وردت يا شيخ يقول إذا جيت للمسجد وهم يصلون التراويح وأنا لم أصلي العشاء، هل أدخل معهم؟ نعم، تدخل معهم التراويح على بنية العشاء وتكمل، إذا سلم الإمام تقوم وتكمل بقية الصلاة. نعم. يقول يا شيخ هذا السائل، تقدم رجل للزواج من ابنتي وأهديتهم شقة، فهل أكون قد ظلمت البنات؟ أهديت من؟ أهديتها زوج البنت؟ نعم. لا، هذا ما له دخل في البنات. لو أهديتها للبنت نعم تسوي بين البنات في العطية، لكن إذا أهديتها لزوج البنت فليس في ذلك شيء، إذا كان خصوصا إذا كان فقيرا. نعم. فضيلة الشيخ، من الأسئلة التي وردت يقول السائل، من أسماء الله الحسنى الواسع والمنان، ما معنى هذين الاسمين؟ واسع عليم، يعني هو سبحانه وتعالى وسع خلقه برحمته وعلمه وإحسانه وإحاطته بهم. نعم. فضيلة الشيخ، نحن في نهاية هذه الحلقة، والدعاء له أثر في حياة المسلم وخصوصا جنودنا المرابطون على الثغور، ما فضل الدعاء لهم؟ مأجورين؟ نعم، يدعو الإنسان لنفسه أولا، وثم يدعو لوالديه ثانيا، ثم يدعو لعموم المسلمين وخصوصا جنود الإسلام والذين على الثغور، يدعو لهم بالأجر والثبات والنصر والتأييد والحماية والحفظ، يدعو لهم لأنهم على عمل عظيم. أسأل الله أن يعينهم. آمين. وأن يثيبهم. آمين. وأن يحفظهم. آمين. وأن يردهم إلى أهلهم سالمين. آمين. وأن يدفع عنا كيد الأعداء والمجرمين والمتربصين. آمين آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لكم سماحة الشيخ صالح الفوزان على ما بينتم لنا في هذا اللقاء من هذه الأسئلة والإجابات المسددة من الكتاب والسنة، جزاكم الله عن أمة الإسلام خير الجزاء، رفع ذكركم في الدارين. شكرا لفريق العمل من الفنيين والمصورين والمخرجين، هذا زميلي مخرج هذه الحلقة معجب الدوسري الذي أخرج هذه الحلقة، يتمنى لكم أوقات طيبة وعامرة بذكر الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.